وجودنا اليوم في هذا الملتقى، ملتقى حماية الدولي الذي شعاره نتعلم لنحمي. نحن كذلك في مركز إرادة نؤمن أن الإدمان مرض والمعرفة هي الحل. هذه المعرفة تأتي من أين؟ تأتي من الخبراء المختصين العاملين في هذا المجال، يقدمون هذه الخبرات. لكن اليوم مركز إرادة يحاول يقدم هذه الخبرات بطريقة مبتكرة. اليوم نحن عندنا سينما إرادة، اليوم نحن عندنا ماجستير الأول في الشرق الأوسط لعلوم الإدمان، اليوم نحن نقدم خدمات التوعية المختلفة قبل لا نقدم خدمات العلاج والتأهيل.